السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز قمر جدري. مقطع جديد في هذا المقطع، راح نلعب روبلوكس يا جماعة. وأنا من دخلت روبلوكس، أنا كنت لعب روبلوكس من أول بس ما أدري لما صورت، بس أنا دخلت هذا الماب، شفت الماب إنه ينفع لسلسلة كده، ما بتسوي بيتك مع سياراتك وحموشات كده، ينفع لسلسلة وبطلع نصور. والله ما نبدأ مقطع ان شاء الله، كل اشتراك مقطع وصلت 10 لايكات، راح انزل جزء ثاني. ويلا اول شيء وتجي منا تاخذ الفلوس، كان عندك كم كده كده، انك تتجمع وتروح هناك. لا كده اللعبة عندنا هناك، تبني ثلاثة البيت تو اشتريت هذا. اوه اشتريت جانب البيت، ايوه كل ما يجمع تيجي تاخد تدخل تسوي كله شي سهل. يلا سهل، خذ من فوق البيت، خذ من فوق البيت، جمع عندي كم 400 52 الوادي على 19 سهل 10 سقف البيت. أنا بيتي تاني سيارة 23 قولوا لي المبادئ اذا تبغون العبها، قولوا لي في التعليقات. هذيك البيت برضو اشتري، اختار الاشياء علامة ثانية بنفس المكان. المفروض تزيد سيارة غالية يا ولد. يا مودهن مودهن ولا دي الشعر سينا هذا شنو هذا وين طاقات كمان كده كمان في كم شوف كم ايه استنى لي جمع أجي لبيت الجيران كده، قاعد بصلي بيتي ساعة سوي بيتهم على البيت داك. أقوم بيكم مطاعم. هلا والله يا حبيب، هلا حبيب جاري ناخذ فين ألف عالم. شفيك كده شفيك، ولا عندك سيارة بوقات بتسوي لي زي كده ولا ايش؟ بوقات ولا ايش؟ مش زين عندك سيارة قد كده بتسوي لي معلمة. هنشتري سيارة قريبا ان شاء الله. نجيب فلوس منك، فلوس ابغاكي، ما بخلي الألف تيس يروح أبدا. هاي والله هو شخصية، دي شخصية وجه كبير نكمل 60. يلا ايش مين ايش سيارة من جد البيت، ايش ده سخان هذا. جلي يا اخي الف دي يا اخي يا حماسية، لو وصلوا لي الف مشترك يا جماعة والله ما بدنا من عندي كده الحين اعطيني والله عليك
يا بابا اسمعوا اسمعوا نوع عواميد سوينا رجل البيت هنا عطينا سيب بابا البيت اظن اسمعوا ايوه الباب حق البيت الله البيت كامل تقريبا كامل عطينا ما نبغى الألف تروح هذا غالي هذا نقدر نجمع سنتين و200 سنة يا أخي والله يسلوك دور أنا أظن الأرضية مطولة أرضية أسوي البيت نجيب تاني يا بعدين عندي 1000 كم أعطيني 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 1000 كم أعطيني أعطيني 2000 أعطيني أعطيني سرعة أبغى أجيب 3000 100000 200000 أنا أعطيني الله شنو هاي لو طوال البيت لعبة دي فوز حماس كده عندي فوز تاني تمام ما ثاني هاك ايش اليوم قديش هذي الشري هذي وهذي بقال رفعت علينا ايه شو طيب استغفر الله العظيم شوف بالله ولا حيفنا بس هذا فوز غلق اصلا ما يكفي جبنا فوز منه يونس 700 عندنا الأرض يسحب تزيد بسرعة ايوه يسير ولا ما يسير خلاص والله نفاس لا ناس يغلق عندنا هذاك بدي أثبت زي كمان يعني حنشيل نفاس بيشيل تحسي بدكتور ما بصور انا ما صور النوب طب يلا اعطيني ايه صن هنا مية ومية 200 وكم استلم ينفع خلاص طلب وصلت ليا لأنه ما تجيب فلوس معايا أعطيني هذه ما وصل أكسي يلا يلا أيوة خلاص خليني الحين نروح البيت أو أفتح الجراج لين يجي نتمنى الجراج بدون نسوي شيء منه تبغى ألف بنزين ايه بيتزا ولا شيء سوينا ناس الغابة نعرف ان الغابة غلق بسرعة من جدة يا الله سوي اوكي يا الغرفة وبس هنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم اتمنى عجبكم الحلقة
لا تنسوا من اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم بلازيز أو بلازيز جيمر. بيساو. نراكم في الجلال. يلا خدها.